السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد تاني مع فاروق الجوهري. النهاردة حابب أكلمك على إزاي تخلى عصافيرك تبيض بسرعة، بس قبل ما نبتدي حابب تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك إشعار بس إن فاروق بينزل فيديو جديد. طيب دلوقتي عشان تخلى عصافيرك تبيض بسرعة لازم ومهم جدا إنك تتأكد إن هم ذكر وإنتاية، مش ذكرين بس ولا إنتايتين بس، لأن ناس كتير قوي بتقع في الفخ ده وتجيب عصفورين من نفس النوع، يعني تجيبهم ذكرين او نتايتين وفي الاخر ما بيبيضوش. طيب ويرجع يسال ايه السبب ان هم ما بيبيضوش، تروح تكتشف في الاخر ان هم ذكرين مقطعين بعض من الخناق والضرب، او هم نتايتين بيبيضوا بيض كتير قوي وما فيهوش تكسير ولا فيه ما فيهوش جنين، يعني بيض كتير من غير جنين لان هم نتايتين. طيب ده اول حاجه تاكد ان هم ذكر وانتهى، وتسال حد خبير او حد قديم عارف في التربيه وبيربي وعنده الهوايه دي، تساله اعمل ايه عشان خاطر ينتجوا، فتبص او تتاكد تشوفهم هم ذكر وانتهى ولا لا عشان تعرف ده الصح او الغلط، يعني تعرف ان هم ذكر وانتهى ولا ذكرين بس ولا انتهيتين بس. تاني حاجه تاكد ان هم في سن البلوغ، يعني ايه؟ يعني مش كبار جدا في السن، عواجيز بحيث ان هم ما يبيضوش، كبروا في السن قوي بطلوا يبيضوا وانقطعوا عن البيض والانتاج، او حتى هم صغيرين قوي جدا لسه ما بلغوش ومكبروش بحيث ان هم ينتجوا بيض ويفقسوا عصافير. فانت لازم تتاكد ان هم في سن مناسب للانتاج والانتاج العصافير والزغاليل، ده مهم جدا ان انت تعرف عمر الطيور بتاعتك وتتاكد ان هم في سن يسمح لهم ان هم يبيضوا دلوقتي، مش صغيرين جدا ولا كبار في السن جدا. طيب تالت حاجة تتأكد ان عصافيرك ان هي في صحة كويسة وريشها بيلمع ومكتمل، مش مسقطين ريش ولا قلشين ولا متبهدلين ولا عندهم برد ولا تعبانين. تتأكد ان عصفورك مش رقبته مش قاعد منكمش عامل كده ولمم جناحاته على بعضها ورقبته مأنفذة كده، لا اتأكد ان عصفورك كويس وبصحة كويسة ومفروض وصحته جميلة ومش تعبان وريشه كويس واكل كويس ووزنه كويس. اتاكد ان عصافيرك بصحه كويسه بتاكل وتشرب الخضار والفاكهه. اتاكد برضو ان انت تاكلهم كويس وتحط لهم فيتامين الف دال 3 ه اللي هو ده بيساعدهم على الانتاج والكالسيوم وبيديهم فيتامينات كويسه جدا. فيتامين ده بتديه لهم يومين ويوم لا لمده شهر في الميه، يومين ويوم لا، يومين ويوم لا، يومين ويوم لا كده لغاية ما يتحسن مستواهم الصحي وانتاجهم البيض يزيد ويبيضوا كويس وينتجوا معايا. حط لهم طبعا وجبة البيض بالبرصمات، حط لهم كالسيوم، لو ما لقيتش كالسيوم اللي هو في كالسيوم اللي هو عظم الستيفيا، لو ما كلوش من عظم الستيفيا معاك هتحط لهم كالسيوم في المية نقط او كالسيوم بودرة على الاكل، بيساعدهم جدا ان هم ريشهم يتحسن وعظمهم يكبر وينمو بشكل كويس. تحط لهم كالسيوم في الاكل والميه، وتحط لهم كمان وجبه البيض والبقسماط، ودي اللي بتساعدهم على النمو والانتاج كويس جدا. طيب شيء مهم جدا ناس كتير قوي بتغفل عنه وهو الشمس، ان انت تحط عصافيرك في الشمس بحيث ان ضوء الشمس يوصل لهم، ده بيديهم حيويه ونشاط. العصافير اصلا ربنا خالقها عايشه في الشمس على طول، وبتتحرك ما بين الاشجار وبتطير وبتروح وتيجي ودايما بتشم هواء نقي، فحافظ جدا ان انت تحط عصافيرك في البلكونه او جنب الشباك بحيث الشمس توصل لهم وفي نفس الوقت تنفسوا هواء نقي وجميل. اكد جي كويس جدا ان انت حاطط عصافيرك في قفص مناسب، يعني مش ضيق قوي بحيث ان هم مش عارفين يفردوا جناحاتهم ولا يطيروا فيه، والعش كمان اتاكد العش مناسب مش ضيق عليهم. يعني في ناس بتجيب عش البدي تحطه للكوكتيل طبعا ما بيعرفوش يبيضوا فيه، او عش الفشر يحطه للكوكتيل طبعا ما بيعرفش يبيض فيه، او يجيب للبدي عش كبير جدا بحيث ان هو يبقى واسع وساقع عليهم ما بيبقاش مناسب ليهم. فتاكد ان انت عامل عش مناسب للعصافير بتاعتك عشان خاطر تبيض معاك بسرعه. اتاكد ان انت عامل قفص كويس وهدوء كويس وحاطط عش كويس، وتأكل عصافيرك كالسيوم كويس وتحط لهم فيتامين كويس وعصافيرك بصحة كويسة، ده يساعدك جدا ان عصافيرك تبيض بسرعة. اتمنى الفيديو يكون فادك وعجبك، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك اشعار ان فاروق نزل فيديو جديد، وسلام.